احنا الاساس اللي جابنا هم اعضاء النادي الاهلي، ان احنا شرف كبير قوي ان احنا نمثل عضو الجمعيه العموميه المحترمه بتاعه النادي الاهلي. النادي الاهلي دي قيمه كبيره قوي، النادي الاهلي اللي عملنا كلنا بعد ربنا سبحانه وتعالى، فلابد ان احنا يبقى لينا دور لمستقبلنا. احنا كلنا زي ما قال الكابتن خطيب زائلون، النادي الاهلي هو اللي باقي. احنا بنعمل حاجه لاولادنا ولاحفادنا، واحنا ما عملنا هذه اللائحه لان ما ينفعش النادي الاهلي النهارده تفرض عليه لائحه استرشاديه. لازم اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه المحترمه بتاعه النادي الاهلي هم اللي يوضعوا الاساس والدستور بتاع النادي الاهلي اللي هيمشي لسنوات قادمه. عشان كده احنا ما عملنا اللائحه ووزعناها، كانت مسوده للحراك عشان نقدر ناخد الاراء ونبتدي نشتغل عليها، وان شاء الله باذن الله تكون حاجه تليق باسم النادي الاهلي، ويكون ان شاء الله الحشد اليوم 28 للجمعيه العموميه يكون يعني حاجه زي كده. ما الانتخابات جالنا حوالي اكتر من 40,000، ان شاء الله باذن الله احنا كل اللي عايزينه 12.5. انا براهن ان شاء الله ان الجمعيه العموميه هتزيد عن 20 و 25,000. النادي الاهلي رائد في كل حاجه. النادي الاهلي اول نادي عمل مجله، النادي الاهلي اول نادي عمل قناه، النادي الاهلي اول نادي بيعمل لائحه النهارده بيعمل حراك. انا متاكد لو ان شاء الله باذن الله الجمعيه العموميه اكتملت واقرت هذه اللائحه، انا بقول ان انديه مصر كلها هتحذو حذو النادي الاهلي، وهتاخد اللائحه بتاعت النادي الاهلي تبقى هي اللائحه الاسترشاديه بتاعتها اللي هتبني عليها باذن الله اللوائح بتاعتها، وان شاء الله نعمل خير. وانا كل ثقه في عضو الجمعيه العموميه المحترمه اللي انا يعني فخور وبشرف ان انا بمثله في مجلس اداره النادي الاهلي. اللائحه اما وضعت عشان الحراك، ووضعت علشان المناقشه، عشان في الاخر اللي يبقى عامل اللائحه دي يبقى هو عضو الجمعيه العموميه وليس مجلس اداره النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش حكر على مجلس ادارته، النادي الاهلي هو ملك لمؤسسيه اللي هم اعضاء الجمعيه العموميه المحترمه ليه، هم دول ملكه وهم دول اللي من حقهم يعملوا اللي هم عايزينه ويحطوا زي ما قلنا